قد يحدث تأخر زمني في موعد تسليم الشقة السكنية من قبل شركة الإنشاء أو تأخر المشتري عن دفع المستحقات المالية المطلوبة، أو قد يتراجع الأخير عن الشراء أصلا. فما هي الشروط الجزائية المترتبة في حالات كهذه والتي من شأنها حماية حقوق الطرفين؟ قبل ما توقع تعرف عليها. قبل ما توقع، أولاً، يسمح القانون التركي لشركات الإنشاء بالتأخر عن تسليم الشقة مدة 6 أشهر أيام عمل عن الموعد المحدد في العقد، وعند تجاوز هذه المدة نصبح أمام طريقين. الأول أن تدفع شركة الإنشاء مبلغاً يساوي قيمة أجار مثيلات الشقة في المحيط. الطريق الثاني، تدفع شركة الإنشاء للمشتري نسبة محددة من سعر الشقة، وفي الحالتين تفرض الغرامة المالية عن كل شهر تأخير. أحياناً لا تضع شركات الإنشاء شروطاً جزائية على نفسها في العقد. في هذه الحالة وعند حدوث تأخير في تسليم الشقة، يمكن رفع دعوى قضائية على شركة الإنشاء، وهنا ننصح بمقارنة تكلفة الدعوى بقيمة التعويض المتوقع تحصيله. ثانياً، ننصحك كمشتري بقراءة عقد الشراء جيداً للتنبه إلى وجود شرط جزائي بحقك في حال تأخرك بالدفع، حتى ولو لم يتم إخطارك بوجود هذا البند. اطلع على قيمة الشرط الجزائي وكم يمثل بالمئة من قيمة العقار وموعد وجوبه ودفعه. ثالثاً، إذا أراد المشتري التراجع عن شراء العقار بعد توقيع استمارة الحجز، هناك فترة تسمح للمشتري بالتراجع تحددها شركة الإنشاء، وفي حال اتخذ قراره متأخراً ومتجاوزاً هذه المدة فيترتب عليه دفع شرط جزائي تحدده أيضاً شركة الإنشاء في العقد. لذا قبل ما توقع ابحث عن هذا البند. رابعاً، كتابة بند في عقد الشراء يحدد المدة التي تلزم شركة الإنشاء بإعادة المبالغ التي دفعها المشتري في حال تراجعه عن شراء العقار. وفي جميع الحالات السابقة عليك أن تعود إلى مستشارك العقاري ليوضح لك ما هي الشروط الجزائية المدونة في العقد وقيمتها، وما هي أبرز النصائح المقدمة في هذا السياق. كانت هذه قبل ما توقع لهذا اليوم. انتظرونا في مواضيع أخرى. تحياتي، إلى اللقاء. قبل ما توقع.